هناك أيضا ظاهرة كثرة النسبة. كثرة النسبة، مثل الآن بدل من يقولوا حليب لبن البقر يقولون الحليب البقري أو اللبن البقري، فيا النسبة هذه لا داعي لها، لبن البقر مضاف ومضاف إليه، انتهى الأمر. لكن يبدو أن اللغات الأجنبية تستعمل فيها النسبة، والنسبة فيها كثيرة جدا، ولذلك تراها الآن صارت كثيرة جدا وأكثر ما تكون في لغة أهل المغرب العربي، لأنهم أميل إلى الترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية. يعني حليب بقري مثلا، قفص صدري، نعم فشل كلوي، نعم المفترض ما نقول هذه نعم الياء العمود النسبية بهذه الفقري، الطريقة. العمود الفقري ما هو الأصح والأفضل؟ هو أن تقول الظهر، وإذا أردت أن لا بد أن تقول الفقري، هذه تقول عمود الفقر أو عمود الفقار، لكن الياء هذه لا داعي لها، لأن الإضافة هي النسبة، هي إضافة معكوسة، ونحن يمكن أن نستغني عنها بأن نأتي بالمضاف والمضاف إليه، فقار الظهر نقول مثلا إخفاق الكلى بدل الفشل الكلوي، وهكذا. وموضوع إضافة الواو، يعني مثلا نخبة، نخبوي، نعم شعبوي، نعم وين المشكلة هنا؟ هي أصلا هذه الواو لا معنى لها، لأن النسبة الأصل إذا أريد أن تنسب كلمة يؤتى بعدها بياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها، نقول مثلا قريش قرشي، ننسب إليها قريش، كتاب كتابي. الواو ها هنا بعض الكلمات ترد النسبة فيها واو، في النسبة فيها واو، مثل علي ينسب إليه علوي، لكن الحقيقة أن هذه الواو ليست كالواو النخبوي، لأن علوي علي الواو فيه قلبت، الياء الياء قلبت قلبت واوا. واوا، لأن النسبة إليها لو لم تقلب واو تكون علي ثقيلة على اللسان، ففرارا من هذا الثقل تقلب الياء واو فتصير علوي، عدي، عدوي، وهكذا. لكن كلمة نخبة مؤلفة من 3 أحرف. الآن عندي كلمة بيت، لو أردت أن أنسب إليها قلت بيتي، ما فلا قل بيتوي. نعم ما أقول بيتوي. فالناس من كثرة ما رأوا هذه الكلمات تستعمل ظنوا أنها يمكن أن تدخل على كل كلمة ثلاثية، رغبة منهم في أن تكون الكلمة طويلة، وصارت بيئوي. ثم كمال أبو ديب في ترجمته لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد كان يأتي بهذه النسبة التي فيها الواو للدلالة على ما يسميه هو النسبة التي فيها معنى الادعاء أو المذهب، يقول سياسوي، إسلاموي، عروبوي، إذا كان يدعي أنه عروبي، إذا كان يدعي أنه إسلامي. وهو يقول إنه حينما بدأ يستعملها كان الناس يسخرون منه، ولكنها أصبحت الآن هي التي تستعمل. وكذلك أيضا النسبة إلى الجمع في اللغة العربية ينسب إلى المفرد ولا ينسب إلى الجمع. لو أردنا أن ننسب إلى كتب ننسب إلى كتاب، نقول كتابي، نعود إلى المفرد. إلى المفرد، نعم، لكن ما الآن نقول كتب، كتبوي نعم مثلا. كتب كتبي كتبي مثلا الآن تستعمل، لكن هذا ليس هو القياس وليس هو الأصل الأصل. أنه نروح للمفرد. نعم الآن يقولون دولي، ويقولون اتحاد المغارب، المغارب أو المغاربي نسبة إلى دول المغرب العربي، فهو يفتخر بأن نسبته إلى الجمع واستعماله الواو في النسبة أصبحت الآن هي العامية، لكنه في الحقيقة ما افتخر إلا بالخروج على قواعد اللغة.